خصوصا مع الجو اللي برا والزحمه. واليوم الموضوع اللي راح اتكلم فيه طبعا عن السينما المصريه، لكن راح نركز فيه على الاغاني في مرحله البدايات. واعتقد ان السبب في هذا الشيء ان البدايات هي شكلت خلينا نقول المسيرة الموسيقية في السينما، وخلت في طابع ظهر يعني مع السينما. يعني خلينا نقول أن قبل السينما المصرية كانت الأغاني ماشية في طريق، لكن بعد ظهور السينما صاروا الملحنين يفكرون بطريقة جديدة، لأن الأغنية لازم تركب وتكون متناسقة مع التمثيل أو النص اللي يمثلونه، والعكس صحيح. لذلك البدايات هذه كانت مهمة جدا، واستقطبت يعني أبرز الملحنين وأبرز المطربين. عبد الوهاب وأم كلثوم كانوا من أوائل اللي ساهموا في الأفلام الغنائية. حوارنا اليوم مع الدكتور فهد الفرس، وهو رئيس قسم التربية الموسيقية في كلية التربية الأساسية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتعليم والتدريب، وهو حاصل على الماستير في بحث حول عن رواد العود في الكويت، والدكتوراه أيضا استغل في دكتوراه خذ لقاعات الكويتية بتمارين لآلة العود. الشيء المهم أن الدكتور عنده اطلاع شخصي ذاتي سواء الموسيقى المصرية أو السينما المصرية، الموسيقى في السينما المصرية، جامع للأسطوانات القديمة وللوثائق القديمة اللي تعزز يعني اللي مرتبطة مع المرحلة هذه، ويمكن اليوم راح نشوف بعض من هذه الوثائق. رحبوا معي في الدكتور فهد الفرس، وشكرا على حضورك. شكرا دكتور. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في البداية أحب أشكر جميع القائمين في مركز جابر الثقافي على هذه الدعوة، وبالأخص من الدكتور أحمد صالحي كلفني في هذه المهمة. والحقيقة يعني أنا لست متخصص في السينما، لكن محب حالي حال أي يعني مواطن عربي يعني يعشق السينما والمطربين اللي شاركوا في السينما العربية، لكني متخصص في مجال الموسيقى. وطبعا الموسيقى والسينما يعني اثنينهم يكملون بعض، الموسيقى لا تستغنى عن السينما والسينما لا تستغنى عن الموسيقى. في البداية يعني الموضوع يعني قمت أفكر أن موضوع جديد، أنا أتكلم عن الأغنية بشكل عام، أتكلم عن الأغنية العربية، الأغنية الكويتية، الفنانين، يعني هذا شيء سنين وأنا أتكلم فيه بالذاكرة وبالمعلومات اللي عندي. بس موضوع السينما دكتور أحمد خلاني أطلع أكثر وأقرأ أكثر بالنسبة للسينما. وجدت أن السينما عالم جميل من ناحية تاريخية ومن ناحية حسية ومن ناحية مرئية، يعني شيء ممتع. يعني حتى ما وصلنا عليه نقول التسعينات هي السينما الحقيقية اللي كنا اللي نتكلم عنها. أولاً لو نتكلم عن بدايات السينما العالمية، السينما العالمية يعني ممكن نقول بدأت في أواخر القرن 18، وبالتحديد يعني كانت هي عبارة عن رسوم أو صور متحركة، صور متحركة. فهناك في مصور إنجليزي يعني كان له رؤية، ويعني إنه يصور عدة صور، كانت الكاميرات في ذاك الوقت الفوتوغرافية موجودة، فيصور صور متحركة بهدف إنها يعني يشوفها الإنسان كأنها متحركة تتحرك. فصور ما يقارب 12 إلى 24 صورة كحصان وهو يجري يمشي أو يجري يعني، والتقط عدة صور فجمعها فصارت كأنها متحركة. فمن هذه الفكرة
ظهر بعدين العالم المعروف توماس أديسون، ابتكر أو اخترع جهاز لتحريك هذه الصور، ومشت الأمور في أوروبا وخاصة في أمريكا. نشوف في هذه الفترة خاصة في هوليوود في منطقة لوس أنجلوس في أمريكا، هذه المنطقة هي الأساس والمقر الرئيسي اللي افتتحت فيها استوديوهات للتصوير السينمائي. فنشوف احنا نشوف الحين حاليا جائزة هوليوود، هي منطقة يعني احنا قبل نسمع يعني افتكرت ان جائزة لشيء منظمة او مهرجان او، لكن هي منطقة في لوس أنجلوس في امريكا، هي البداية لانشاء اي استوديو في ذاك الوقت. فاشتهرت استوديوهات في امريكا، ومنها ظهرت الافلام القصيرة في البدايات، ظهرت الافلام القصيرة اللي لا تتجاوز 10 دقائق، ومنها انطلقت الافلام الصامتة، الافلام الصامتة بدون اي موسيقى، فكان المشاهد يرى الافلام وكانت عبارة عن اشياء تراثية شعبية، حدث غير انه يعني ما فيها روايه، ما فيها قصه، ما فيها اجتماعيه، يعني شيء اجتماعي، لا الا هي حدث ويصور. فشد الناس في ذاك الوقت الموضوع من ناحيه التصوير، فانشات الاستديوهات وتطورت الامور من الافلام الصامته، فحب الانسان انه يدخل الموسيقى مع الافلام الصامته حتى لا يتابع نوع من الملل، فدخلوا الموسيقى مع الأفلام الصامتة، بس موسيقى يعني في البدايات كانت موسيقى عازف لآلة البيانو يشاهد المناظر وهو يرتجل ارتجال بالعزف يتماشى مع الحدث. ساعة يعني مشهد حزين لازم على طول أن العازف يتماشى ويقلب إلى يوائم الحدث نفسه، فكانت العملية يعني ما هي مجدية بشكل كبير. هذا بالنسبة لي شيء مختصر لبدايات السينما العالمية يعني. وبعدين صار في المرحلة الثانية اللي هي الأفلام الناطقة. الأفلام الناطقة هذه مرحلة ثانية اللي قبل مرحلة خلينا نقول الأغاني. نعم. اي ف يعني هل عندك خبر مثلا متى المرحلة هذه يعني؟ بالنسبة حق الأفلام الناطقة يعني شوف بحلول يعني ممكن نقول سنة 25 كانت هي السينما صامتة. الأفلام الناطقة طلعت في بالتحديد عام 1927 تم تقديم أول فيلم ناطق بالعالم عام 27، وعندنا عام 29 أدخلوا الصوت مع التصوير عام 29، وهذه من هذه الخطوة انتشرت الأفلام السينمائية خاصة في أوروبا وبالتحديد في أمريكا، فرنسا وإنجلترا خذوا التصوير السينمائي بطريقة، وطبعا في هناك مخترعين ومبدعين، فتطورت السينما إلى ما هي وصلنا عليه يعني. طبعا السينما المصرية ابتدت أيضا أفلام صامتة، وبعدين انتقلت إلى الأفلام الناطقة واللي هي اللي اكتسبت الشهرة اللي معروفة اليوم. نعم. وأظن أن بعد الانتقال هذا إلى الأفلام الناطقة على طول استثمروا الأغاني والموسيقى يمكن بعد سنة سنتين. نعم. نشوف يعني أنا بس ودي أذكر للإخوان الحاضرين يعني فريق عمل اي فيلم نشوفه سواء اجنبي عربي اي فيلم هندي اي فيلم، يعني فريق العمل طاقم كبير. يعني نشوف اول شيء عناصر تشكيل السينما، اول شيء سيناريو الحوار، بعدين التصوير، الديكور وهندسه المناظر، المونتاج، الانتاج، المؤثرات السمعيه، المؤثرات البصريه، الموسيقى التصويريه، ومن ثم التمثيل حتى يطلع فيلم واحنا نقعد ندفع او التذكره نقعد ونطالع وننقد الفيلم ناجح ام غير ناجح او الممثل ما قدم بالشكل المناسب. يعني تعب مجهود كبير حتى يصل الى المشاهد. اما بالنسبه مثل ما تفضل دكتور احمد على الموضوع السينما في مصر،
طبعا اول الدول العربيه اللي هي عرفت السينما هي مصر. مصر هي السباقه في هذا المجال، ولاحظ الافلام المصريه هي اللي سيطرت على الوطن العربي بشكل عام. نشوف ان في اواخر كذلك القرن الثامن عشر من في كانت عروض سينمائيه في الاسكندريه، هي البدايات، بس ما كانت افلام، كانت نوع من التصوير التوثيق لحدث او مناسبه يعني، وتصوير من اشخاص يعني، مو من شركات معروفه استديوهات، لا يعني اشخاص توثق وتعرض هذه الافلام الاجتماعيه ممكن نشوفها. وبعدها تطورت الامور في مصر يعني، نشوف في عام تقريبا 25 تم تأسيس أول بنك في مصر، ومن خلال هذا البنك أسس أول شركة للسينما وهي شركة مصر للتمثيل. هذا يعني تاريخ مهم، ومن خلال السينما هني يعني حبوا يجرون الطبقة البسيطة بالأفلام الشعبية اللي تحاكي هذه الطبقة، فاسحبوا مثل ما نقول الطبقة الشعبية إلى السينما، و بسبب ان رؤيتهم الزراعه وامور البحر، اي شيء يتعلق بالامور الاجتماعيه الشعبيه، فتم التصوير فعرضوه على هذه الفئه، فكان اقبال كبير على الافلام الشعبيه في البدايات. ونشوف ظهر في عام 1917 مخرج درس في أوروبا، المخرج محمد كريم، هذا له بصمة كبيرة في تاريخ السينما المصرية، وهو أنتج جميع أفلام محمد عبد الوهاب يعني، وكان له رؤية وله دور كبير في إنتاج الأفلام في مصر. ونشوف في عام 27 ظهرت ممثلة مصرية اسمها عزيزة أمير، هي أول امرأة مصرية تشتغل في التمثيل في السينما. ونشوف كذلك في عام 32 أول فيلم بعد مصري لاقى ترحيب وما زال يعرض موجود، ابن الذوات أو أولاد الذوات، وأول فيلم مصري ناطق. هذا يعتبر يعني النقلة الكبيرة بالنسبة للسينما المصرية في هذا العام. ومن ثم ظهر يعني فيلم أنشودة الفؤاد للفنانة نادرة. هذا الفيلم يعتبر أول فيلم رسمي توثق، بس ما كانت الأغاني مع الحوار، كانت قصة رواية، لكن الأغاني تأخذ فاصل بس مو مرتبطة مع الحوار. هذا أنشودة الفؤاد اللي مع نادرة وزكريا أحمد، قام بتلحين جميع الأغاني وقام في دور بسيط في هذا الفيلم، بس الأغاني ما ترتبط مع الأحداث. أول في البدايات كان تصور يمكن حق السينما شيء يعني غير واضح. نعم. ولذلك يمكن ما كان عندهم إدراك أن الأغنية لازم تكون مرتبطة بالضبط. في التمثيل. بالضبط. وأن تعبر عن الحدث اللي قاعد يصير. هم كانوا يفكرون في البداية بنظام الحفلات، أن تمثيل أغنية كانها وصلات. كراحة للممثلين وكذلك إنه بهدف إن الترويح عن الحضور، وحتى يمكن طابع التلحين كان طابع تقليدي، يعني نفس الأغاني اللي كانت موجودة في الحفلات انقلوها إلى صارت مصورة. بالضبط. يعني بوجود السينما الغنائية في هذه الفترة تدريجيا ألقت المسرح الغنائي، ما قبلها كان المسرح الغنائي. هو أشبه بالمسرح الغنائي. بالمسرح الغنائي، بس هني على السينما يعني، حتى المسرح الغنائي كانت المشهد غير عن الأغنية. نعم. بس الحالة استمرت ولا تغيرت؟ بعدها بس هو اللي حاول اللي يغير النمط هذا اللي هو يخلي الأغنية ماشية مع الحدث، المخرج محمد كريم مع الموسيقار محمد عبد الوهاب. يمكن ثاني فيلم كان. ثاني فيلم، بس هو يعتبر ثاني فيلم صح. بس يعتبر أول فيلم لولادة السينما الغنائية. نعم. اللي هو فيلم الوردة البيضاء للموسيقار محمد عبد الوهاب، يعتبر هذا أول فيلم لمحمد عبد الوهاب. محمد عبد الوهاب فنان ذكي،
شاف نفسه في بداية المشوار تقريبا في عام 33 انشهر بشهرة بسيطة، فحاول انه شاف ان ومحمد عبد الوهاب له رؤية ومستمع جيد للموسيقى العالمية، حاول ان يتأثر او هو تأثر بالتحديد بالموسيقى العالمية وادخل الكثير من الآلات الموسيقية الغربية مثل الأكورديون والصاجات الخشبية، وكذلك تأثر بالإيقاعة الأجنبية الرومبا والتانجو، أدخلها على الموسيقى العربية. فكانت هني شوي كانت في صعوبة، يعني محمد كريم هو المخرج كانت في صعوبة إن شلون ينقل الأغنية من التقليدية المعروفة في الموسيقى العربية، نعم، التخت الشرقي والتطريب والدولاب والمقدمة والأساس اللي ماشي على اللحن العربي، فحاول إنه ينقل. فعبد الوهاب تخوف إنه بردود أفعال الناس والجمهور والمتلقين إنه يلاقونه بحرب، خاصة هو يعني في بداية مشواره. لكن مشى على المشوار هذا ولاقى الفيلم الوردة البيضاء نجاح كبير بوجود محمد عبد الوهاب. طبعا لو نقيس كنقد يعني بتمثيل محمد عبد الوهاب، هو كتمثيله متواضع، ناحية التمثيل متواضع جدا يعني، بس هو كنجم يغني في هذه الأفلام. وأنا ودي يعني ما لا أطيل على الأخوان، ودي أسمعهم في فيلم ممنوع الحب، أغنية يا مسافر وحدك، استخدم فيها عبد الوهاب هني الصاجات الخشبية، وهذا الفيلم في عام 42. نسمع الفيلم ونشوف شلون التطوير اللي حصل على يد محمد عبد الوهاب والنقلة اللي حصل يعني بالنسبة للأغنية العربية، خاصة أغاني الأفلام. تفضل. مرسي. صافي يا لبك. صافي يا لبك. بس إيدي بقى. لا يا ش... سيرو بس ده المستحيل. طيب مانيش بسافر. أسافر وحدي. ذكرت نقطة مهمة، أن الأغنية العربية أو اللي كانت منتشرة في مصر اللي كانت تسجل على الأسطوانات وتغنى في الراديو، نعم، وفي يعني أماكن الغناء برا السينما لا تناسب السينما بالضبط، لأنها فيها يعني خلينا نقول عناصر تطويل تناسب الأجواء الحية هذه للحضور، يعني كحفلة يعني كحفلة بالضبط. لذلك وأظن نفس المشكلة كانت في الموسيقى الغربية، أنها كأغنية غربية آنذاك ما كان يناسب أن أخذ الأغنية وحطها مثل ما هي بتقاليدها وخليها داخل الفيلم، وهم طوروا الأغنية عندهم في
مصر صار في أن الأغنية لازم تتغير. نعم. مثل ما ذكرت، وصار أول شيء أن لازم مدة الأغنية تصير أقل. يعني الأغنية عادة 10 دقائق والمقاطع وبعدين موسيقى، صار ممكن يغني على طول بدون مقدمة موسيقية، أو أن يغني نص أغنية يعني مقطعين وخلاص. ففي تقاليد هذه الجديدة اللي طلعت، يمكن عبد الوهاب ساعد على تأسيسها. بس في شغلة، أن يعني عبد الوهاب شنو كانت مرجعيته في التلحين؟ يعني يا أن كسينما وجمهور مختلف غير عن جمهور الأعراس والحفلات، يا أن يأخذ الأغنية المصرية المنتشرة واللي قلت أنها مثل ما هي ما تصلح، أو أن يأخذ الأسلوب الغربي اللي كان متداول في أوروبا وأمريكا، وهذا أيضا غير مناسب لأنه مستورد يعني. فشلون هو قدر يخلق خلينا نقول نمط جديد من التلحين داخل السينما مناسب للسينما؟ هو طبعا مثل ما ذكرت قبل شوي، عبد الوهاب مثقف موسيقيا، مطلع ومستمع جيد للأعمال العالمية. هو طبعا كما اللي يقرأ واللي مهتم في هذا المجال يعرف ان محمد عبد الوهاب يقتبس اقتباس يعني جمل موسيقية من الغرب ويوظفها بطريقة جميلة. هذا شيء يعني يعتبر إبداع بالنسبة للفنان. في المجلات القديمة وايد انتقدوا ناس إنه السرقة، وإن عبد الوهاب إنه يسرق جمل ويسرق ألحان، لكن في ناقد صحفي يقول اللي ينتقد هذا الرجل يعمل مثله، بوق أخذ جمل وأعمل مثل ما يسوي عبد الوهاب. بس عبد الوهاب يأخذ جملة الغربية بس يضيف عليها الروح الشرقية، يضيف عليها لمسات الحس الشرقي والمقامات الشرقية، وإذا أخذ الإيقاعات بعد، لكن يحاول يعني دقيقة أو شيء أو زيادة شوي ويرد على الإيقاع الشرقي الصميم. هذه كانت مغامرة بالنسبة لمحمد عبد الوهاب، وتعب يعني في مذكراته يقول أنا خاصة هالنقلة هذه واجهت فيها انتقاد وهجوم شرس من النقاد ومن المصريين، وخاصة اللي كانوا يحاربون التطوير والتجديد. فيعني عبد الوهاب غامر ونقل الأغنية العربية إلى أنا أقول يعني إلى مستوى متقدم يعني إلى الأمام بخطوات سريعة يعني. وطبعا هذا بين اكثر في السينما. نعم. في الافلام يعني اللي قدمها. انت هني اخترت عبد الوهاب اول ما تكلمت عن عبد الوهاب. نعم. هل لان اول فيلم غنائي حقيقي بالضبط كان لعبد الوهاب؟ نعم. ولا لاسباب ثانيه؟ لا، انا طبعا هو الوقت مسموح 50 دقيقة. أي. وما شاء الله عمر السينما المصريه طويل، يعني نتكلم التسعينات يعني 70 سنة تقريبا. بتكلم عن فريد الأطرش ولا صباح ولا محمد فوزي ولا شادية ولا يعني كلهم ما شاء الله لهم بصمة كبيرة في تاريخ السينما المصرية. لكن أنا فضلت قلت أتكلم عن البدايات، خاصة محمد عبد الوهاب وأم كلثوم، وهم الأساس، هم سبب انطلاق الأغنية في السينما العربية وبالتحديد المصرية، ومن ثم خذوا منهم. يعني نشوف إحنا عبد الوهاب استخدم إيقاع التانجو هذا. اسمع فريد الأطرش قدمه في أفلامه. نعم. في الأربعينيات والخمسينيات، وفريد الأطرش معروف فنان كبير وموسيقار معروف بالأربعينات والخمسينيات. ترى الأفلام العربية هو المسيطر عليها، قدم أكثر من 30 فيلم كلها أفلام غنائية فريد الأطرش. نعم. لو بتكلم عن الموضوع هذا راح نطول، بس أنا حبيت نقاط مهمة على السينما المصرية، خاصة مع محمد عبد الوهاب كمؤسس. نعم. ومن ثم أتت بعد أم كلثوم. ذكرت دكتور أيضا موضوع أن الأفلام دائما فيها موسيقى تصويرية. نعم. يعني غير الأغاني. نعم. الموسيقى اللي تصاحب المشاهد. نعم. وأظن عبد الوهاب في الوردة البيضاء لحن ألحان وقدمها كأنها موسيقى تصويرية. بالضبط، هذا كذلك نقطة مهمة في تاريخ عبد الوهاب بالنسبة للموسيقى التصويرية. الموسيقى التصويرية لها دور كبير في الحدث، يعني أي حدث لابد أن تكون الموسيقى تتماشى مع الرواية أو القصة.
فمحمد عبد الوهاب كذلك دخل نفسه في هذا المجال بتأليف الموسيقى التصويرية. يعني هذا يعتبر شيء جديد على الممثل أو الملحن العربي أنه يعمل الموسيقى التصويرية. نعرف إحنا هني حتى في المسلسلات الحالية أو الأفلام ناس شعراء معروفين للأغاني، شعراء للسينما، ملحنين للأغنية، وفي ملحن للسينما أو المسرح. نشوف الملحن للسينما المسرح ما يقدر يلحن الأغنية العاطفية لأي مطرب يعني أمام الجمهور، كل واحد له مجاله وتخصصه. لكن محمد عبد الوهاب في مجال التأليف يعتبر ملحن شامل، كذلك المؤلفات الآلية موسيقى كموسيقى كذلك دخلها في أفلامه. يعني محمد عبد الوهاب هو الأساس بالنسبة للموسيقى الغنائية في تاريخ السينما المصرية. هو أظن الفترة 15 سنة اللي اشتغل فيها بالسينما بالضبط. نعم. من 33 ل 47 تقريبا 15-14 سنة، وقدم 7 أفلام تاريخة يعني. نعم. الرحلة هذه اللي هو اشتغل فيها، هو ابتدى مثلا كان يقدم كان تخت بالضبط أول عمل أول فيلم. نعم. فشلون انتقل من فيلم إلى آخر؟ شنو العناصر التطوير اللي هو تطور من خلالها، سواء بالفرقة الموسيقية، في طريقة التلحين، في ارتباط الأغنية بالنص التمثيلي وغيره؟ نعم، هو طبعا التطور يكون على حسب القصة والرواية. نعم. الرواية هي اللي تحدد له نوعية الألحان ونوعية التأليف. يعني وعبد الوهاب دائما مجدد، يعني هو حتى في دكتور انت شايف الكتالوجات مال الاسطوانات قديما لقب محمد عبد الوهاب بمجدد الفن، مجدد دائما يجدد فيلم عن فيلم نشوفه من 33 الى عام 47 افلامه متطوره. بس هي الروايه طبعا مو من عنده المؤلف، على حسب الروايه او القصه الاجتماعيه، لكن هو يطور كذلك انه ما حب ان تكون افلامه كلها بصوته. ادخل الصوت النسائي، العنصر النسائي، ليلى مراد، رجاء عبدو، نجاة علي، ادخل بعض الاصوات النسائيه على اساس انه يكون في نوع من التغيير والتجديد. فالمشاهد يشوف العنصر النسائي يغني مره، هو يغني، فيكون نوع من التنويع. ساهم في تقديم الاغنيه الثنائيه دوت. بالضبط. عبد الوهاب يعني عبد الوهاب استخدم جميع اغلب القوالب الغنائيه من الموال، دوتو، ملالوج، طقطوقة، قصيده، استخدمها كلها. وتقريبا قدم 7 افلام، قدم 72 ماده موسيقيه من خلال اغنيه وموسيقى مختلف القوالب، 72 ماده موسيقيه. ايضا طبعا وظف الات، يمكن على طول كان يعني يستخدم الات جديده مثل ما ذكرت، ايقاعات بالضبط وأوزان. نعم. ويمكن حتى يعني آلات ما كنا نسمعها أو ما كانت مسموعة برا مثل الكلارنيت والبيانو. بالضبط. يعني شوف الحين دكتور عندي كنموذج في عام 1940 آلة البيانو، آلة البيانو عند العرب يعني بعدها في هالفترة هذه. نعم. يعني غير عن الغرب. يعني في فيلم يوم سعيد عام 1940 أغنية أو قصيدة الصبا والجمال قدم فيها آلة البيانو لأول مرة في السينما العربية. خل نسمعها أو نشوفها طبعا. أعز من تاجيكي
شهوه فسألنا من تراها له فدل عليك فاسكبي روحك الحنون عليه كانتكاب السماء. طبعا استمعنا الى هذا النموذج الصبا والجمال بمدخل آلة البيانو. نشوف النموذج الاخر لمحمد عبد الوهاب سهرت منه الليالي في فيلم دموع الحب عام 35. استخدم هني كذلك او يعني ايقاع التانجو والاكورديون، هذه آلات غربيه، هذه يعني اشياء جديده على المستمع العربي او المتلقي العربي انه يستمع الى الاكورديون وهذا الايقاع التانجو. لا ما ابي اطول عليكم، نسمع الى هذه القصيده، قصيده سهرت منه الليالي. على ما تجهز يعني نشوف ان اول ما قدم من ايقاع التانجو مثل ما ذكرت قبل شوي موسيقار محمد عبد الوهاب تلاه على طول فريد الاطرش باستخدام ايقاع التانجو، شيء جديد. الغربية مع الحس الشرقي العربي، هذه شطارة محمد عبد الوهاب والموهبة والعبقرية الموسيقية اللي تميز فيها، يقتبس نعم لكن يوظفها بطريقة جميلة تتناسب مع الروح العربية. دكتور حين تكلمنا عن محمد عبد الوهاب وشلون ان السينما تغيرت معه والأغنية ايضا تغيرت معه او بسبب مجهوداته، تعتقد أن أم كلثوم كان لها نفس التأثير؟ بالضبط. بعد شهرة محمد عبد الوهاب بأول فيلم، يعني وحنا نعرف أنه في تنافس كبير في مجال الغناء ما بين أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب، اثنينهم موجودين في الساحة، فأم كلثوم على طول تبحث عن مخرج، تبحث عن كاتب انها تدخل في هذا المجال بعد النجاح الكبير اللي حققه محمد عبد الوهاب، ففكرت انها يعني تدخل في هذا المجال بعدد من الافلام الغنائيه اللي تتميز فيها. ونشوف ان ام كلثوم دخلت في 6 افلام فقط، وكل فيلم يعني ام كلثوم من ناحية تمثيلية نشوفها يعني حقيقة أقوى من محمد عبد الوهاب من ناحية التمثيل، لكن
نجحت كذلك ولها عشاق وانقلت الأغنية إلى يعني طابع جديد وأسلوب جديد تتماشى مع الفترة اللي موجودة في ذاك الوقت. التطويل أم كلثوم احنا نعرف ان اغانيها طويلة لكن هي قصرتها مثل ما ذكر دكتور ان الى 4-5 دقائق تتماشى مع احداث الفيلم. اول فيلم عام 36 فيلم وداد يعني ونجح هذا الفيلم يعني نجاح لا بأس فيه من قبل النقاد. لكن أم كلثوم هي مثلت مراحل أصعب من محمد عبد الوهاب، مثلت أيام في فيلم يمثل دولة المماليك في مصر، وفي فيلم الدولة العباسية، وفيلم رعية أغنام، وفي تقريبا 3 أفلام. لا في أفلام شخصيات متنوعة، شخصيات فترات زمنية بالخيال نقراها بس بالروايات بالكتب يعني ما عشنا ما حد لحق على دولة المماليك ولا أيام الدولة العباسية، فكانت الروايات والأحداث هي اللي بالخيال وجسدتها بطريقة جميلة يعني. وثلاث أفلام الأخرى لا يعني أفلام اجتماعية يعني. طبعاً أم كلثوم ما تلحن أو يعني بالأفلام ما لحنت. ما لحنت لا. فالملحنين اللي معاها هل كانوا على مستوى محمد عبد الوهاب داخل السينما؟ هل تطورت أدواتهم التلحينية؟ سؤال جميل هذا يعني. تشوف هني أم كلثوم كذلك ذكاء محمد عبد الوهاب كذلك أم كلثوم ذكية طبعاً. فيهم الذكاء. نعم. استقطبت كبار الملحنين في البداية اختارت محمد الغصبجي واختارت زكريا أحمد. نعم. اختارتهم يكونون معاها واختارت طبعاً أحمد رامي ككاتب وبيرم التونسي ككتاب للكلمات الأغاني. محمد الغصبجي وزكريا أحمد طبعاً نجحوا نجاح كبير مع أم كلثوم في هذه الأفلام، لكن في فيلم اللي غنى فيه عبد السروجي على بلد المحبوب هني لحن الصنباطي هذا اللحن لأم كلثوم، لحن لها ثلاث أغاني في هالفيلم اللي هو إذا ما يتخون الذاكرة راح أذكرها الحين. أي فيلم وداد لحن ثلاث ألحان على بلد المحبوب الديني، لكن ما عجبها اللحن ورفضت تغني وما تعرف رياض الصنباطي منه هذا، فاعتمدت على محمد الغصبجي وزكريا أحمد. نعم. رفضت لحن الصنباطي فغنى عبد السروجي ونجح نجاح كبير على بلد المحبوب وقام يغنى بالشوارع وبين الناس، فعجب اللحن استأذنت عبد السروجي ورياض صنباطي وسجلته على اسطوانه، ومن ثم هني صار التعاون وصار يعني الثنائي القوي ما بين أم كلثوم ورياض صنباطي. أظن عبد السروجي كان دور ثانوي حتى. إيه بالضبط يعني بس على أساس إنه يغني اللحن. بس. بس كغناء ايه اللحن. والألحان الثانية غنوها المجموعة يعني. ذكر زكريا أحمد وهو أبرز الملحنين. نعم. شاركوا مع أم كلثوم في الأفلام خصوصاً على أغنية بكرة السفر. نعم. فالأغنية هذه يعني بكرة السفر بكرة بكرة شلون واحد يلحنها؟ نعم. فيقول أنا قعدت أفكر شلون ألحنها الأغنية هذه، ما في كلام يعني. يقول كلمت أحمد رامي الشاعر قال له ممكن يعني تحط كلام زيادة عشان أحس أنا بالكلام ملحن، قال له هذا اللي طلع وياي أنا ما أقدر أفيدك بشيء خلاص. ف وبعدين حاول وقال ليش أنا أعقد الموضوع، قدمها يقول كأني قاعد أتكلم بكرة السفر بكرة السفر وغناها من مرة واحدة، يقول يعني على طول الله فتح عليه مثل ما يقولون ولحن اللحن هذا اللي صار علامة فارقة في السينما المصرية. نعم بالضبط يعني. شوف دكتور أحمد يعني والحضور الكريم يعني الملحنين القدامى يعيشون يعني الألحان والكلمات والأداء يطلع من القلب. نعم. إحساس يعني. ذكرت زكريا أحمد في إحدى الروايات في يعني بتكلم عن زكريا أحمد نقطة بس، في إحدى الروايات كان في دور يعني على أساس إنه يكون في مقبرة. نعم. ولحن لازم يلحن هاللحن في مقبرة وفي أحد ميت على أساس إنه لحن حزين.
مو قادر. سوى راح المقبرة قعد فترة عشان يعيش الأجواء وطلع معه لحن. يعني هذه يعني الدقة اللي موجودة في الملحنين القدامى. ولاحظنا الأفلام لما نقول الزمن الجميل هذا اللي ينطبق عليه. طبعا في ملاحظة يمكن ما أدري إذا تعقب عليها دكتور، أن الاتجاه العام للسينما المصرية في البدايات كان يعتمد كثيرا على الطابع الغربي، فدائما الرقصات واللبس وطبيعة الألحان. نعم. التانجو مثل ما ذكرت. زكريا أحمد من أنجح الملحنين في السينما المصرية وما تخلى عن طابع المصري الصميم الشرقية الشرقي طبعا. نعم. المقامات. نعم. والإيقاعات المحلية كانت واضحة جدا في ألحانه. نعم. ومع ذلك نجح مثل ما بقية الملحنين اللي. نعم. قدموا بالأسلوب خلينا نقول المتطور بالضبط. إنزين، وهذا يحسب له. نعم. يعني كان تنافس شديد في السينما بالضبط. شوف دكتور، بعده بذكر نقطة، أن مصر هي من أول دولة عربية تأثرت بالحضارة الغربية. نعم. خذت من الحضارة الغربية شيء كثير من الأمور الاجتماعية والمدنية والعمارة، خذت. نعم. تأثرت فيها أو من أوائل الدول العربية تأثرت، فبان في من خلال الأفلام. لا طول على الحضور الكريم، ودي أسمعهم أم كلثوم في طاطوة تغني لي شوي شوي، طبعا معروفة في فيلم سلامة عام 1945، كلمات بيرم تونسي وزكريا أحمد، بما إحنا نتكلم عن زكريا أحمد. نسمع هذا اللحن وما زال يردد، ولحن جميل وبسيط، والشرقية اللي يتميز فيها زكريا أحمد. غني لي شوي شوي، غني لي وخد عيني، غني لي شوي شوي، غني لي وخد عيني. خليني أقول الحان تتماين، لغى السمعين وترفرف، لغى الأغصان النرجس مع الياسمين، وتسافر بها الركبان طويل البعد. طي شوي 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 شوي، غني لي غني وخد عيني. ما أدري إذا لاحظتوا أن استخدم الملحن الناي الطبلة، أيضا روح الأغنية البهجة. يعني أغنية مبهجة، يعني ما هي بطيئة ولا حزينة، ولا قاعد يحاول يعبر عن سياق النص نفسه الفيلم وأسلوبه المحلي. بالضبط، يعني كل ملحن له شخصية معينة، لكن مثل ما تفضلت أن زكريا أحمد محافظ على الهوية الشرقية الصميمة، ما دخل آلات غربية بألحانه نهائي مثل محمد عبد الوهاب. في فيلم فاطمة عام 47 لأم كلثوم، الأغنية المعروفة حقابل بكرة، هذه معروفة طبعا، لكن هني شوف الأغنية صارت شيء رئيسي. نشوف قبل الحضور يحسب كم فيلم كم بالفيلم كم أغنية، 6 أغاني 7 أغاني، يحسب إن هذه الأغنية الأخيرة خلصت الأغنية، يمكن ما أبي أقول النص 3/4 الحضور يمشون، لأن أكثرهم حاضرين للأغاني. طبعا. للنجم، لمحمد عبد الوهاب، أم كلثوم، فريد، صباح، شادية، يحضرون للأغاني. كانت الأغنية هي يعني المسيطرة على الأفلام في ذاك الوقت. أبي نسمع الحين هذه الأغنية قبل بكرة، ونشوف المقطع اللي ما بين أم كلثوم وأعتقد أنور وجدي، إنه يعني يقول حقابلك بكرة، ونشوف الحوار اللي بينهم، والأغنية راح تكون نفس الكلمات. يعني بس كفاية لحد هنا بقى. أقول لهم هنصرك لحد البيت. لا معلش طيب. أقولي لي بقى، أنت فاضية بكرة؟ أيوه. وبعد بكرة؟ أيوه. وبعده؟ أيوه.
السينما مع الأغاني، خلق حالة فنية جديدة في مصر آنذاك، فصار في مطربين يغنون بالأفلام، ملحنين متخصصين واعين لطريقة التلحين، آلات جديدة، إيقاعات جديدة. أيضا في أشياء جانبية كانت تصير، منها مثلا الدعايات، شلون الواحد يسوي الدعاية. وصار في البوسترات بالضبط، والمطبوعات اللي كانت تطلع وتوزع سواء او بالسينما داخل السينما او برا. فيمكن عندك والله هذه ناحيه اللي يسمونها الافيشات، الدعايات، البوسترات اللي كانت توزع، بتكلم بشكل سريع يعني. لها كذلك مراحل. الدعايات قبل كانت يعني مثل سياره ومثل ما يقول عربانه، يسوون لها نوع من الديكور الخشبي، يحطون فيها صور الممثلين والممثلات واسماءهم، وتمشي هذه الدور على الاحياء في ذاك الوقت، وتغني فرقه حسب الله، وتغني لاغاني الشاعر في ذاك الوقت، حتى تسوي هيصه يعني تشد الناس، والناس تشوف ان اليوم ان في فيلم كذا وكذا. ولا هذه النقطة الأولى يعني، هذه كبداية اللي صارت في مصر. بعدها صار في سحب على الحضور، اللي حضر الفيلم لا جوائز، فكان الناس تحضر. في كان في بالويكند، بالخميس، الخميس والجمعة، يشجعون الطلبة بالحضور، يوزعون عليهم على حسب الأرقام كراسات ودفاتر وأقلام، فكان نوع من التحفيز. كذلك في شركات زجاير كانوا حطوا بعد أرقام، إن على أساس إن حتى شيء مضحك، إن إحدى الشركات يعني قدمت جوائز، وكان يقول كان النوع ردي، كان الحضور اللي حاضرين يشربون زجاير أغلبهم يكحون وتعبوا من الزجاير، ففشلت الشركة من هذه الحركة. وكذلك نوع من التحفيز، يوزعون ملابس على حسب الأرقام، فهذه كلها خطوات. الخطوة الأخيرة اللي هي ممكن لنهاية الفترة اللي نتكلم عليها هي التسعينات، البوسترات، الفيشات يسمونها البوسترات، بوستر تفتح البوستر تشوف دعاية الفيلم، اسم الفيلم، جميع القائمين على الفيلم، صور جميلة، كاريكاتير أو أي شيء ما يعني يشد الانتباه. أنا يعني أنا مهتم في هذا المجال، وعندي مجموعة كبيرة حصلت عليها من القاهرة أثناء الدراسة، وصراحة لما أشوفها شيء جميل. من بدايات الأفلام السينمائية أنا ودي أوري الحضور الكريم بعض الشيء من هذه الفيشات، وطبعا هذه كلها أصلية على سنتها، سواء لأم كلثوم أو عبد الوهاب. هذا هني فيش حبيب العمر لليلى مراد وأنور وجدي، طبعا شوف الطريقة وطريقة الألوان واللي جذب المشاهدين. نشوف هني فيلم عايدة أم كلثوم، شوف هذا هو يعني، نشوف الطريقة الجميلة، جميع القائمين على الفيلم. هني السيدة فتحية أحمد قامت بغناء أحد الأغاني. نشوف كذلك في فيلم نشيد الأمل لأم كلثوم، في فيشن عجبني اللي هو شباك حبيبي، بس إن شاء الله في مجال إن أشوفه قبل لا ينتهي الوقت. والله فيشات كثيرة، فيلم سلامة، محمد عبد الوهاب، إن شاء الله يكون موجود هني، الحب الأول رجاء، وين راح ما أدري، هو اللي هو شباك حبيبي، وكان الإعلان حاطين مثل شباك ويتبطل الورق كذي، فبطريقة جميلة يعني، ابتكار جميل في ذاك الوقت من المصممين على هذه الفيشات. وفيلم سعاد هانم، هذه كلها فيشات جميلة. هذا كان شباك حبيبي، طريقة الشباك، ويعرض اسم حط النجمين، اللي يعني طريقة ممتعة لدعاية الأفلام في ذاك الوقت. بالنسبة حق الدعايات أيضا، قريت في إحدى المصادر، في أحد المصادر، أن في أفلام محمد عبد الوهاب كان في بعض يعني الأحيان
لما تشتغل الأغنية بالفيلم يوقف الفيلم هو محمد عبد الوهاب ويطلعوا هو مع فرقته. نعم. يقدمون الأغنية هذه ويطلعون. فصاروا الناس يروحون الفيلم على أمل أنه ممكن اليوم يطلع ويغني. زين. وهذه كانت من الحركات الذكية اللي يعني فكر فيها محمد عبد الوهاب للترويج لأفلامه. كذلك في نقطة مهمة لترويج الأفلام واللي استخدمها أكثر شيء أنور وجدي. دعاية الأفلام إنه قبل عرض الفيلم يقول والله يعني حدث مهم إنه مريض وبالمستشفى وكذا وكذا يروحون إنه بيطلق ليلى مراد يسوي له حدث رواية على أساس إنه يشد انتباه الحضور فيحضر شائعات والأشياء لليوم موجودة. دكتور يعني أشكرك على هذه المحاضرة والمشاركة والمعلومات اللي استفدنا منها. يعني انا اشوفها ترى الحين محمد عبد الوهاب وام كلثوم بتكلم فريد وصباح فما في 50 دقيقه بلقني فما في مجال. الكثير يقول لي وين فريد وين صباح وين محمد فوزي وين شادي. طبعا في قامات كبيره في السينما المصريه قدموا الحان واغاني ناجحه جدا، لكن اليوم كان التركيز على يمكن اكبر يعني. اكبر قامتين في الموسيقى وفي السينما. بالضبط. إذا في أسئلة عند الجمهور يعني الميكروفون. شكرا جزيلا دكتورين الفاضلين دكتور فهد الفراس ودكتور أحمد الصالحي على هذه المحاضرة القيمة. استمتعنا جدا بالحوار الجميل وكأننا نستمع إلى دويتو موسيقي، يعني نقلتونا نقلة جميلة في بالموسيقى هذه الجميلة، الموسيقى الحالمة وتاريخ موسيقي عريق يعني للسينما المصرية في فترات الثلاثينيات والأربعينيات، كانت من أجمل الأفلام الغنائية اللي حنا شاهدناها. كان دور محوري كبير للفنانين محمد عبد الوهاب وأم كلثوم في السينما الغنائية المصرية، لكن لولا طلعت حرب ولولا أمير الشعراء أحمد شوقي ما برز الفن الغنائي. يعني كان هناك دعم كبير من القائمين على الفنون هذه بالنسبة لطلعت حرب. دعم السيدة أم كلثوم والأمير الشعراء أحمد شوقي، دعم محمد عبد الوهاب من الصغر يعني من صغره. المحاضرة اختصرت حول الفنانين أم كلثوم وعبد الوهاب. احنا ودنا كان الإشارة إلى الدويتو الغنائي. في عندنا الدويتو الغنائي كان بالأفلام اللي هي في أغاني محمد عبد الوهاب وأم كلثوم. فأم كلثوم كان لها بعض المحاورات الغنائية بينها وبين مثل إبراهيم حمودة وبعض المطربين الآخرين. كذلك محمد عبد الوهاب كان له محاورة مع ليلى مراد ونجاة علي ورجاء عبده. حبينا بس إنك يعني تشير لها دكتور أو تعطينا كذي فكرة على عجاله. وشكرا جزيلا لحضرتك انت والدكتور. نعم شكرا استاذ بدر زوير. طبعا استاذ بدر من الباحثين والمهتمين في مجال الموسيقى. انا تكلمت قبل شوي قلت جميع القوالب وفيها الدويتو هو طبعا حوار غنائي يعني، ومحمد عبد الوهاب نجح في هذا الحوار الغنائي مع ليلى مراد ورجاء عبدو ونجاة علي. هذا الحوار يعني عبد الوهاب ينتقي أو يختار الصوت اللي ممكن قادر إنه يجاريه، فاختار من الأصوات النسائية المقتدرة. فكانت الحوارات الغنائية اللي دوتوا اللي عمله محمد عبد الوهاب مع الأصوات النسائية فكانت ناجحة، وهذه تعتبر هذه نقلة جديدة. الحوار الغنائي ودوتوا الغنائي ما بين المطرب ومطربة هذه يعني تعتبر نقلة جديدة في تاريخ السينما المصرية خاصة الغنائية. في بعد عند أغنية محمد عبد الوهاب حوار مع حوار غنائي مع أسمهان. نعم. في مجنون ليلى. نعم. لكن يمكن هو كان أنجح واحد في تقديم محاورة هي أغنية وبنفس الوقت فيها تمثيل. بالضبط. اللي هو حكيم عيون. حكيم عيون. حكيم عيون يعني هي هذا ما قاعد يمثلون ويغنون بنفس. نعم. هذا كان أمر نادر في السينما. مثل إلقاء منغم. إلقاء منغم. أيه. حواري. نعم. يعني بالضبط. نعم. صحيح. فيه
اول محاوله في فيلم نشيد الامل. نشيد الأمل. اول محاوله لصنع اوبرا عربيه بالضبط اللي هي الاوبرا عايده. نعم. وتناوبوا عليها اللي هو احمد الرامي كان الشاعر, واللي تناوبوا على تلحينهم كان القصبجي, ورياض الصنباطي كانت مباراه بينهم في التلحين بالضبط. هذا لحن الفصل الاول, هذا اللحن الثاني. لكن كان في محاولات طبعا سابقه بس مو بالافلام الموسيقيه. كان داود حسني لحن قبلهم اول اوبرا عربيه, بعدهم لحن اللي هو القصبجي والصنباطي فيها. كانت هذه في البدايه, اول بدايه لنا. ذكرتني كذلك انه اول من ادخل الاوبريت الغنائي في الافلام المصريه هو فريد الاطرش. فريد الاطرش يعني هذا شيء يعني احد يكمل الثاني. هني فتره الاربعينات توقف محمد عبد الوهاب تقريبا او اواخر الاربعينات, ففريد الاطرش مثلا اكمل المسيره بتجديد الاغاني في الافلام المصريه. شكرا لك. في احد عنده سؤال ثاني؟ يعطيكم العافيه. طبعا احنا نشكر دكتور فهد والدكتور احمد على هال محاضرة الجميلة. طبعا المعلومات اللي أثرانا فيها الدكتور فهد الفرس يعني معلومات قيمة عن الأغنية في السينما المصرية, وهذا شيء يعني احنا حاليا لازم نركز عليه, لأن احنا قاعدين نشوف حاليا بعض الأفلام عندنا في تعرض حاليا وشغلات يقول والله هذا امتداد حق الأغنية, مع ان اللي يعرض حاليا سلك بيض لا يودي ولا يجيب. يعني بس المجرد ان حتى لو كانت الاغنيه الشعبيه في شعبي نجح يجيبون المطرب ويحطونه على اساس انه والله مثل الامور اللي تطرقت فيها الدكتور فهد الفرس للاسف حاليا مش موجوده عندنا حتى في السينما المصريه. هذا الشيء جماليه الاغنيه اللي كانت في الستين في الثلاثينيات والاربعينيات اللي قاعد نسمعها في الافلام للأسف حالياً مش موجودة. أنا طبعاً أشكرك ويعطيك العافية, بس سؤالي موجه حق الدكتور الصالحي, هل جمالية الأغنية في السينما المصرية في ذاك الوقت هو اللي خلاكم تسوون فعالية أبيض وأسود؟ يعطيك العافية. طبعاً إحنا أسبوع الجاي عندنا فعالية مبنية على أغاني الأفلام. باعتقادي الشخصي أن الأغنية في السينما المصرية كانت ثرية جداً متنوعة, مادة خصبة لأن تتحول إلى يعني تستغل في رؤية جديدة معاصرة, وبنفس الوقت نحافظ على العناصر القديمة. هذا اللي يمكن دفع الإدارة في أن يستغل الأغاني القديمة في خلينا نقول منهجية جديدة, وبنشوف يمكن يكون عمل إن شاء الله موفق. في سؤال بعد؟ إيه دكتور طارق. مساء الخير. أهلا. شكرا جزيلا دكتور فهد والدكتور الصالحي على المحاضرة الجميلة. شكرا. أنا طبعا متفق تماما مع دكتور فهد إنه 50 دقيقة لا تكفي للحديث عن بدايات السينما المصرية, وخاصة إنه هذا الفن هو برضو محصلة سنين طويلة أكثر من 50 سنة من المسرح الغنائي, دخل عليها كمان سوق الاسطوانه اللي اعتقد يمكن اثر كمان بشكل كبير على المنتج, زي فكره الطقطوقه مثلا اللي بدا تفضيلها على اشكال اخرى كالدور ابتداء من بدايه الحرب العالميه او نهايه الحرب العالميه الاولى. كنت عاوز بس اسال عن ما هو دور الاسطوانه او سوق الاسطوانه في بدايات السينما المصريه, وايه هي الآثار بتاعت معركة القديم والحديث اللي حصلت من 1910 أو 1914 حتى مؤتمر 32. شكرا. دور الأسطوانة يعني هذا طبعا في بداية الأفلام الصامتة بدل لا يكون العازف يكون يعزف, فكانوا يحطون أسطوانات, يستعينوا بالأسطوانات الغربية حتى تتماشى مع الحدث. يعني خلينا نشوف انا لما نطالع الافلام العربيه يستعينون بالموسيقى العالميه خصوصا في التتر البدايه بالضبط. كذلك كانوا يستعينون بالاسطوانات الموجوده في ذاك الوقت,
كخلفية لمناظر طبيعية أو لموسيقى تصويرية، هذا اللي شو بس. لكن كاسطوانات اللي للمطربين ما شفت أنا بالأفلام يعني، إلا كحدث يعني أحد إنه يستمع إلى أسطوانة ويستمع إلى مطرب أو مطربة خلال الأسطوانات، هذا اللي شفته. ولا في عندك رأي؟ إيه طبعا الأسطوانة سبقت الأفلام أكيد، فالملحنين والمطربين تأثروا بالأغاني من خلال الأسطوانات، استمعوا للأسطوانات القديمة والأدوار والقصائد والتعاطي وتأثروا فيها ونقلوها إلى السينما. على سبيل المثال مثل عزيز عثمان، عزيز عثمان معروف يعني، وغنى الأغاني اللي كانت تغنى بالأسطوانات نقلها من خلال الأحداث في بعض الأفلام اللي مثلها. يمكن بعد أن نجاح الأفلام خلى المنتجين يطبعون الأغاني على أسطوانات، يعني العلاقة صارت عكسية. ممكن أساس يبيعون الأغاني مثل على بلد المحبوب أو غني لي شوي، غنتها أم كلثوم ونقلتها على أسطوانة. نعم. هذه صار العكس يعني. نعم نعم. في بعد حبيت أسأل بالنسبة للأفلام المصرية القديمة، طبعاً هي جميلة رغم بساطتها، بساطة الفكرة، بساطة الممثلين، ونلاحظ على المدى البعيد نجاحها هذه الأفلام. السؤال اللي يدور ببالي يعني حالياً رغم كل الإمكانيات المتوفرة، شنو سبب عدم تكرار هذه الأفلام أو نفس الأفكار بوقتنا الحاضر؟ الوقت الحالي، الوقت الحالي ليش مو مستمرة الفكرة هذه؟ إذا ما يتبعون نفس المنهج نفس الفكرة ما نشوف هذا الشيء. يعني الواحد حاليا لما بيشوف فيلم راح يشوف مأساة، يا أما قصة ما لها هدف أو حزن، أو يعني الواحد صار مو مثل الأفلام رغم بساطة الماضي، ما مو قاعد نشوف، حتى لو إننا نبي نشوف نفس الفكرة ما نبي نطور، نبي نشوف نفس الفكرة نفس الطريقة. شو السبب اللي ما مو موجود هذا الشيء؟ والله يعني اللي موجود حاليا هو ينطبق مو بس على السينما والأفلام، ينطبق على جميع المجالات يعني مثل الأغنية والمسرح. طبعا التكاليف باهظة، تكلف الأفلام الغنائية، تكلف هذه أول شيء تكلفة، وثانيا النجوم يعني في السابق كان لهم دور كبير في نشر الفيلم، وكتاب كانوا موجودين والمخرجين موجودين. يعني الحين ما أدري الكتاب بالنسبة حق الأفلام ما أدري، والممثلين ما أدري الأمور. يعني أنا ما أبي أتكلم يعني على الموضوع هذا بدقة، لكن الأمور مو إيه رغبة بس مو متوفرة حاليا. المقومات هذه الموجودة في السابق مو موجودة، مو متوفرة حاليا. نعم طبعا في عوامل كثيرة هي تأثر على الصناعة نفسها. صناعة السينما اليوم في الوطن العربي بشكل عام هي صناعة محتضرة قاعدة تموت يعني، وإذا في فهي محاولات أقل من مسمى البساطة يعني، هي أقل صارت بعد. هذا كفيلم. إذا بنضيف الأغاني أيضا هذا موضوع ثاني، مثل ما ذكر الدكتور تكاليف الجمهور نفسه، في أدوات تكنولوجية طلعت. أول من يقدر يشوف عبد الوهاب مثلاً إذا ما يروح السينما؟ ما في تلفزيون زين، فشون يشوفه؟ يروح يشوفه بالفيلم. اليوم في وايد أشياء يعني على الإنترنت والDVDs والأشياء هاي كلها قاعد تخلي الواحد يعيش الأفلام هذه وهو في البيت، لكن بنفس الوقت المنتج يخسر. ففي وايد أشياء يمكن قضت على فكرة الأغنية السينمائية. أنا يعني ما نبي نطول عليكم، ويعني أشكركم وأشكر ضيفي كريم دكتور فهد الفرس على هذه المشاركة والمعلومات القيمة، ونشكركم على الحضور. شكرا دكتور أحمد، وأشكر الحضور. شكرا.